يعني شو كان بدي بكل قصة المسطرة هذه؟ لا شغلة ولا عملة، كنا اشتغلنا مضربين أحسن، بس الدنيا حظوظ عمي. خلينا مروقين زلزال وبلايا هدوا الضيعة دار الدار عيونك يا لبنايا يا غبنك يا دارنا صرت بأخبارنا حل البين بصيبة عين وما كفت أشعار شو عم تبربر يا ابو جدعان؟ اهلين اهلين ولا شارد شوي شارد شارد شوي شارد شوي ولا عم بتسبنا؟ اعوذ بالله من هو هذا الاخوث اللي بده يسترجي يسب عليكم يا زلمه؟ قول يعني نحن حاسبينها مليح ومفتحين ذنينا بهالفتره كثير منيح. لكان يحوطكم الله. بشو عم تبربر لكان؟ يعني مش عارف شو بدي اقول لك يا سيد يونس. كل ما الله هونا مع هالبقرات وصاروا يحلبوا تيجي هذيك مقصوفة الرقبة بتسبقن هذيك العين بنشف فرد تنشيفي منقوم منحط المصاري كلها اللي طلعناها بسني على البقرات. يا سيدي على العموم يعني هيك إن شاء الله بيربوا بدلالك وإن شاء الله بتشوفهم شلية بقر. الله يسلمك والله يطعمك إن شاء الله. عفوا بقرات يعني هيك. بقرات نعم. طلصوا بينا هسه. الله يبارك فيك. لا والله عم استنى هذا مساعدي شفيق يعني عم يصلح دولاب هالسيارة ما صار جاي. خير إن شاء الله. يلا شفناكم بخير. الله يسلمك. السلام عليكم. طول عمرك. قال يحكوا علينا قال. قل لي جدعان وشو الموضوع اللي بدك ياني فيه؟ يعني هو بصراحة يعني خجلين منك شوي مش عارف من وين بدي بلش بس يعني متلبك هي موضوع عطرة يعني انه عم فكر انه مش عارف مفاصل حلت من القصة وحيس حالي تعبين وشي بيصير معي قرحة وشي بيصير معي وجع راس مش عم عارف شو وعم فكر هدية هدية بس فيش معي يعني بيني وبينك فيش معي مصاري ليش بي خيام خلى معي مصاري ولك 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 لا بنطلون ولا عيد ميلاد ولا كيس شبس ولك ولا بنجوسين الشفريقنا حليبو كذا كل نهار حليبو كذا كل نهار خوثني. خلص خلص جدعان أنا بساعدك. يعني بقرضيني مصاري؟ أنا بقرضك مصاري؟ ما أنا تركت جوزي بعين الخضرة من قلة المصاري يا جدعان. ولك من قلة عقلك مين جاي عبسل أنا مين جاي عبسل عطول المملحة فاضي يابا. يابا إسا مش بيقولوا إنه الأمراض بتنتقل بالوراثي؟ هيك بيقولوا يا بيو أنا شو بعرفني يا. طيب يابا معناته أفراد العائلة الوحدة لازم يكونوا بيشبهوا بعض مش هيك؟ ولك يا عمي فخرية الدكتور أنا شو بعرفني هيك بيقولوا يا بنت هيك بيقولوا يابا أنا بقصد
انه ليش ما عنديش مواهب مثل بنت عمي توافيق؟ يا بي هاي الامراض تنتقل للبني ادمين مش للبهايم. بس بتعرف بي؟ كمان بيقولوا انه البهايم عندها وراثي، هيك قالوا لنا بالمدرسة. يعني اسا البهيم بيطلع ابنه بهيم. شو قصدك بالبهيمة؟ قصدي شي بي. قومي. بقولك اسمعيني يا بي. بي مش صوت عمي بتوافيق؟ بلا والله يا خوف هيك بتقول رقعت وشعين لعنة اسلاف اسلاف ولا قوم شوف. خلص انا قررت. بقولك اسمعيني شوي. ولك انت خوفتي ولي مقصوط الرقبي؟ ولك وين؟ ولي بدي تضحيني قدام العالم؟ قال شو؟ تاركي بيها وقاعدي لحالها. بيي خلص انا ما عاش فيي، كل ما صارت مصيبه بهالذيعه بحطوها بظهري، ولك انا شو دخلني؟ خلص بدي ريحكم مني. اوف الله يثبت العقل بالراس. خير يا خي؟ شو بها توفيق؟ خوذت البنت يا خي، عوضي على الله يا خي. قال شو؟ بدها تعتزل ومعاش بدها تقابل حدا وما تطلعش من خم الدجاج للأبد. ليش خيي؟ أبسواش هالحكي، شو عامل معها يا زلمي؟ ولك يا زلمي شو بدي يكون عامل؟ مش عامل لشي. رجاء عمي ما حداش يتدخل بيني وبين بيي، أنا قررت اعتزل لحالي وفش رجعة عن قراري. ها مثل ما بدك يا عمي، موفقة موفقة. بديش شوف حدا، مشان إذا صارت مصيبة بالضيعة تحطوهاش بظهري وبتصير عطرة بتدخلي الأكل بدون ما تحكي معي. ولو بنت عمي معلوم أنت بس خليكي حابسة حالك بالبيت وأنا كل يوم بطبخ لك طبخة. ولك اسمعيني شوي. خلص أنا قررت. ولك يا بي بيحكوا علي الناس، ولك أنت بدك تطحيني قدام أهل البلد ولي مقصوط الرقبي. ما هو مش رح يتغير عليك شي يابا، مش هني عامليني اني انا اللي سببت المجاعة بالصومال؟ اه كملت. بالله من شرفك يا ابو غالب عم تحكي صحيح؟ لا يا مختار لا، وغربة خالتي خزاري هي اغلى من عيوني، اني ما عم بكذب. بعدين في شي برا عدم مؤاخذة، انا كذبت عليك شي؟ لا انت كبير القدر، بس انا الدنيا مش واسعتني من الفرح. عمي ابو جدعان شو؟ ولك بديش اياك انت ولا ببنطلون مقشط، بدي بيك. ولك هسه وطي صوتك هسه بعدني نايمة البقرات. ولك تضرب انتو البقرات يا زلمي، ماني جايب لكم معي معلومة مهمة. معلومة مهمة؟ ايه. شو هي؟ لك يا زلمي اول شي هات البشارة. بشارة خلص هسه بعطيك رطل حليب. يلا. ايه بقول لكم عمي المختار ما عادش تخافوا على البقرات لأنهم صاروا بأمان. صاروا بأمان؟ ايه. كيف يعني؟ لأنه توافيق. بنت عمي عم تسمعيني؟ توافيق؟ شو بدك ولا؟ يا بيس بعدك عايشة، بدكش تطلعي تعملينا متي؟ شوف يا درويش، أنا أخذت قرار الاعتزال وخلصنا، مش رح شوف الضو مرة ثانية. أصلاً أنا بصرش عيش مع هالناس الأوباش. بدك تقولي ليش في معتني واني اللي بعتك من قبل ما بعتني؟ صار لي 3 أعوام نسيان الغرام، فطنتاني. ياما ايدك على بشارة. بشارة شو ياما؟ خلاص ايدك على بشارة لانه شغلي رح تعجبك يعني. ولا تحكي انطوق ولا؟ هي يعني شوي الموضوع حساس يعني، بس كثير رح تنبصي فيه يعني. ها ولك شو احكي خلصني. هي يعني توافيق خلص انسي تتأجر يعني. ليش ماتت توافيق؟ لك لا شو ماتت؟ لا هي عايشة بس خلص هي قررت تعتزل. ليش شو كانت عم بتغني لتعتزل؟ شو بيعرفني؟ قال بدها تقعد بالبيت وما عادش بدك الا الشغل يعني. خلص يعني اسا توافيق قعدت بالبيت وما عادش بتطلع منه؟ ايه يا ما خلص انسي يعني. ولك الله يبشرك بالخير على هالبشاره. ولك تا اعطيني مشقه. ولك اسا بتستاهل بشاره. شو بدك بروح بجيب لك كاسه حليب؟ لا يا ما لا بديش حليب. طيب بعطيك كمشة سليقة؟ لا بديش سليقة. شو طلع سيني؟ بدي ياما يعني بدي هيك شغلتي 25 ليرة
يعني بدي يجيب فيهم بنجوس ينشف ريقي كل نهار بروح ركب لك من بيت لبيت وروح من بيت شقال لبيت رقاعه وعم شب لك اخباره مع البقرات كل نهار يعني. ايه ايه يا ما ايه معك حق، يلا اني رايحه اجيب لك. يلا يا ما ايه و يا ما خليهم 50 لانه بدي اجيب عفريز. شو قلتي؟ بس أنا خايف عليك. ولك يا عمي أتخافش عليها نشوي بس زقعة دجاج قد هيك ولك محشية رز كمان قرقت لحالها يا زلمي، وكمان صنية متي فايتي وصنية متي طالعة يا سبحانك يا ربي. عال عال عمي مشان ما تسخنش. ولك يا عمي اللي بيعمل إضراب بيضرب عن الطعام كمان، إلا هي عم تفش خلقها بالأكل يا زلمي، بزيادة الأكل كانت تأكل طاق صارت تأكل ثلاث طوق. أنا سمعتك هو يا زلمي، ما هو رفيقنا ولازم نوقف حديه ونساعد. نساعده؟ ولك أنت خوزت وانت عم تساعده؟ قاعد عم تساعده فكر لي حالك دكتور. حيالله بالشباب. حيالله عمي أبو خليل. حيالله كيفكن عمي؟ الله يسلمك، شلونك؟ كيف بيك إن شاء الله منيح؟ الحمد لله منيح. حال أشوي عمي أبو خليل جايب لك معي بشارة. خير إن شاء الله، هات لشوف. قال بيقول لك المختار توافيق عملت اعتزال ذاتي بالبيت وصارت الضيعة بأمان. بالله جد عم تحكي؟ ايه. الله يبشرك بالخير. خلاص عمي اتكل على الله ونزال عرضك، معش حدا بصيبك بالعين. ولك الله يخلي لي اياكم يا هالشباب الطيبة، هات هات بوسي من هاللحية. خلي لي اياك. ولك عمي هات. ولك يا زلمي، يا زلمي ما تتحمم يا زلمي، قول لبيك خليه يجيب لك لودرين يحممك عاد. ما نحن خاط عنا المية صار لها كم يوم. يلا يلا اتكلوا على الله عمي، يلا سلم يلا سلم لبيك. هلا هلا. خيو علي. صدقي شاني نحن عنا مي بس مشان اليوم دور البقرات بالحمام. ايوه خي جدعان، شفت مهيبة شغلة الحواطة بتعمل للواحد هيك قدر وقيمة، تصير ناس تبوسه قدر وقيمة؟ أنا شايف لك بدي اقلب حواط لأنه كل شغلة البقرة مش معجبتني. روح خي تضبطش معك. ثانية خوف افتحي توافيق تعبت. ولا درويش صار لك ساعة واقف قدام غرفته، شو عم تستنى؟ يا سامك عظمك شارح يا سامك ويا غمزي العيون مبين أشكاره وشوارب. بركي 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 بركي. ثلاث دبيات عطنيهم لبيت بخيل بدون يعملوا ملحية، وثلاث دبيات عطنيهم لبيت بغسين جيراننا يعملوا كسة، والدبيتين بعثناهم على قريبنا بعين الخضرة. وين بنروح بالبيت؟ واجب اللي بعثوا له على عين الخضرة يا كشو. بعدين يا يابا يا عيني يا حبيبي قول اسم الله، مش مشان تصير مثل توافيق تصيب بالعين، قول اسم الله ولا ايه؟ ولك انا شو عم بستفيد؟ وين عم بروح المصاري؟ جيب لي هذا الموبايل اللي عندك اللمسي. شو هذا اللمسي ما لمسي؟ قلنا الموبايل هذه ولا ايه؟ عوافي. ليه مختار حي الله حي الله. عمي المختار شو كانك مشقرق؟ الا ماني هذا اول يوم بطلع من بيتي مش خايف ومش عم بتلفت حوالي. ما شاء الله اسم الله اسم الله كل الحليب. ايه اسم الله اسم الله، من وقت ما اعتكفت هذه مقصوفه الرقبه صاروا البقرات يحلبوا ثلاثة اضعاف زياده. ما قلنا لكم عمي، قلنا لكم الاول. عمي المختار انت بتحكيش غير صحيح، يعني انتوا البقرات عندنا قلبتوا فرط قلبي يعني. ولا جدعان المنافس استعدوا ولا او ابو خليل شو اخباره؟ ها ابو خليل ابو خليل قاعد بالمعصره مش راح يطلع، اجازه تونس سنه قد 20 سنه يا زلمي. ما شاء الله، لانه هذه قاعده في البيت، لو انها طالعه من البيت وراحت على بساتين الزيتون فقعت له اياهم عين هرت له اياهم نهار. ولك يسلم هالملافظ. الله يخلي لي اياك. يلا بالاذن عمي. رسلان يا رسلان ولا وش وين اللي بتروح بالدبيات الباقي؟ شو هذا؟ الحمد لله على الخلقة التامي، أمنت بالله العظيم، أمنت بالله العظيم على هالصبي. وراك جيب دبيات ولا؟
بنت عمي بدكش تفتح. أنا اشتقت لك، اشتقت تنقزيني، اشتقت تبهليني. شو بصوتك ولو درويش؟ مبحوح، مبحوح السيب. ليش؟ من يوم ما حبستي حالك بالغرفة ما حداش سقاني متي. طقطقوا طقطقوا زلاعيمي. لوت اللي قلبي ولو درويش. يبيس هالمتي كيف رح اخوف. اخ عوافي بيي. الله يعافيك يابا. شو شايف غير العادي قاعد هون مش واقفه برا على الباب ليش؟ والله يا يابا من يوم ما توافيق حبست حالها ما قعدتش، فيش حدا ناقر في طقة روحي. حق معك يا بي الحق معك، وانا اليوم زدت على الكرم تعشب شوي من العشبات تخلع وكتافي ما قدرتش شي مترين. وين يا عمي كان التوافيق ترقع لعيننا العشبات 3-4 أشهر ما يطلعوش. هي يعني صحيح كانت يعني تأذي شوي ترقع هيك شجرتين ثلاثة بالعين يذبلوا، بس بعد شهرين ثلاثة يعيشوا يا عمي. صحيح ولا لا؟ صحيح مضبوط يا بابا. قومي بي قومي عملي لكم الأكل ناشف فريق وجيب لي مي. يلا قوام قوام حبيبتي يلا الله يقويها يلا. تكرم يعطيك العافية. الله يعافيك. اي 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 يا خرب بيت هالعشبات خلع وكتافي السايبات. هي ابو جدعان انا بكفيني رطل واحد. لا لا بيصير تجيب له دبية 10 طاقة. لا عمي تجيبش دبية يا عمي. جيب له 10 طاقة. لا عمي شو بدي اعمل له 10 طاقة؟ يا عمي روح جيب له 10 طاقة. عمي رطل واحد بكفيني فيش غير انا وهالمرة يعني. لك شو علي خذ 10 طاقة؟ لك يا عمي غالي علي غالي معيش ادفع. ما انتوا بالله لنا ما نقول لك انه سعر 10 طاقة صاروا بسعر رطل واحد. قد هسه سعر 10 طرطال حليب بسعر رطل واحد؟ ليش؟ ها انت سألتني وانا بدي جاوب. بس كانت مقصوفة الرقبة تصيب البقرات بالعين كانوا يحلبوا يوم ويقطشوا ثلاثة، يعني ظل الحليب محافظ على سعره. إسا بس بطلت تصيبهم بالعين صار الحليب بحر، يعني صار سعر الحليب بسعر البصل. عمي المختار خلاص أنا أقول خذهم كلهم مشان ما يخموش عنا يعني. يعني والله مش عارف شو بدي أقول لك يعني إسا يعني ضيعة كلها حيصة وليصة. طيب تأخذنيش بها الكلمة خيبوا جدعان، ليش ما بتقلبوا جبني يعني زبدي شنيني؟ ليش خلينا جبني ولا زبدي ولا شنيني؟ الله وكيلك شنيني وصلت العين الخضرة نحن نوزع فيها. عمي المختار نحن من كثر ما صار في حليب صرنا نحلبهم ونشربهم ياهم. طيب خي خلاص اعطونا دبية وسجلوا لنا اياها على الدفتر. شو هذا كمان بدك تسجلهم؟ مالكش بالعادي يا مختار. ولك اخ يا خيب وجدعان اخ شو بده يحكي الواحد لا يحكي. من وقت ما قعدت هذه اللي بنذكرش اسمها بالبيت وما عادش تطلع، ما عادش حدا تخانق مع حدا لحتى يصير في مشكلة نروح نحلها، ما عادش في دار تهبط بالضيعة لحتى نرجع نعطيه رخصة عمار ونستفيد لنا بقرشين. يعني ما عادش حدا هج من بيته ولا من داره ولا حتى عدنا عملنا سندات إقامة أم 25. عمي عني عني برأيي خلص نروح نهاجر. أحسن أريح أضبط أحسن أشوى أضبط. طيب والبقرات شو بدنا نعمل فيهم؟ أمنتوا بالله على هالصفي الحمد لله على الخلقة التامة خيبوا جدعان. روح جيب لي دبية الله الحق لي فيها على البيت. الله لا يوفقك إن شاء الله. أمنتوا بالله العظيم. Thank you.
يا ابو توافيق يا خي ابو توافيق. ايوه تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا يا بنت كل شغلتك يا جماعه. شو القصه خي؟ خبروني خي ابو توافيق. جاي نسالك سؤال واحد، انت ليش مزعل على هالبنت وخليها تعتكف يعني؟ اني ايه خي، انت بس قلنا عملت شي غلط، قلنا شو ساوت؟ بنقبلش معك عمي نحن، ها بسمعش هيك تحبسها على الفاضي. ولك اني امنت بالله، انت حرام هالبنت، حرام من الله حبسها. لا حول ولا قوة الا بيد الله. وكابو جدعان، ولكن نسيت كلمة افتصت بقرة من بقراتك، بتقول هذه توفيق طلعت فيها. وانت خي يا مختار، مش كانت بس صغرة شغلي وك حتى بفنزويلا، مش بس بالضيعة تحطها براس توفيق؟ وانت خي ابو غالب يا عمها لتوفيق، مش بس كانت دي بس شي شجرة من شجرات الكرم تبعك، بتقول توفيق كانت مارقة من غاد وانكر اتقوا الله. خلاص خي، شوف شو بدي قلنا خي ابو توفيق، يعني نحن بدنا نشكل هسه وفد مني انا شخصيا وخيك ابو غالب وخيك ابو جدعان، ونروح يعني نشوفها للبنت، يعني نطلب صفو خاطره. بيسوى خي بيسوى. يابا يابا واني كمان بدي شارك بالوفد. ايه تقرب عينك جدعان، خليه يروح يتعلم. خلاص وجدعان يعني. يلا تفضل. تفضلوا خي شرف. بس عمي خليك هون انت. حاضر عمي. تفضلوا تفضلوا شرف. الله يزيد فضلك شرف خي. يسعد الله كل اهل الضيعه مجتمعين مشانك يا توفيق. توفيق عمي جايين اني ووجوه الخير بالضيعه نطلب صفو خاطرك ونستسمح منك عمي. نعم. بنت عمي طلعي شوي. ايه عمي وانا كمان بوعدك يعني، ها من لسه ورايح ما حدا بضايقك بنوم. توفيق يا عمي البقرات اشتاقوا لك. ايه وخاصة لسه كمان. شو بقرات ما بقرات انت وياه، يعني معقول هي الحكي؟ قصده عمك ابو جدعان يقول ان هو مش ملاقية حلوة من حاله ان يكون عم يرعى بهالبقرات ونسيك يا عمي. ولك لا يا عمي، البقرات بالذات اشتاقولك. لا خلاص ولا تغربهاش عمي. والله فيش منهم اهل ضيعتي. يلا عمي توافيق اطلعي، الضيعة مش حلوة بلاكي. يابا قبلي خاطر هالوجوه الطيبة ولو. ان شاء الله بتبلى بتخيب بتبلى ان شاء الله. الله يحفظكم. عمي المختار. يا عمي المختار. عمي في ناس واقفين على باب بيتك، يمكنهم بدهم سندات اقامه. قولوا جاي عمي، قولوا جاي. الله حيك عمي، بلش الشغل. انتوا اخذوليش يا جماعه، بدنا نلحق ارزاقنا. انتوا بتعرفوا اخي. لحق ارزاقك، شو عليه شرفت. عمي خالتك ابو جدعان عامله هيك رز بحليب من حليب البقرات، نتامل تشريفك هيك على صحن رز بحليب، وانت بدكش عزيمه كمان توافيق. وانت عم بعطره، انت عطره كمان معزومين. عمي ابو جدعان، عمي ابو جدعان. شو بدك؟ قال مرتك وقالت البقره ونشف الحليبات. ولك يسعد الله. ايوه خي، انا بدي اطلع على الكرب شوي، العشبات طوله بدي تصرف. يلا بنزل. الله معك خي، الله معك. عمي حبيبتي انت، انا بدي اروح مع بي، بس برجع بناقر فيكي، قصدي برجع بطلع عليكي. طيب بدك شي بنت عمي؟ مع السلامة. بدك شي عمي؟ الله معك. خاطرك. مع السلامة. بي شو صاير لهم اهل الضيعة خوفانين يعني؟ يا ابا انت صايرة مثل الحشيش، والبقر أبي عشش من غير حشيش. كيف لكن؟ يلا عيش حياتك ولو توافيق. Yeah.
يا عمي انا شو كان بدي بكل قصه المسطره هذه؟ لا شغلي ولا عملي، كنا اشتغلنا مضربين احسن، بس الدنيا حظوظ عمي. خلينا مروقين اسا. أخبارنا حل البين بصيبة عين وما كفت أشعارنا.